في الحقيقة خرج شخص زاغ زيغا شديدا، وإن التمسنا العذر فسنقول جهل جهلا عظيما جدا، ولا فالكلمات كلمات كفر. يقول هذا الشخص إنه يكفر برب بالإله الذي يعبده شيخ الأزهر، والإله الذي يعبده الشيخ محمد حسان، والإله الذي يعبده ما أدري من آخر. وهذا الكلام ضلال عظيم منه أن يقول مثل هذا الكلام وينادي على نفسه بالكفر. فننصحه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من جديد. نسأله بالله أن يحافظ على دينه ونفسه، إنه جهل جهلا عظيما بهذه المقولات، وإن أصر على ذلك هو يكفر الناس الآن. والنبي يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فهذا الكلام مصير إلى حكم عليهم بالكفر أو أنه يكفر نفسه. فننصح قائل هذه المقولة ألا تلعب به السياسات فيضل عن الدين الحق ضلالا عظيما، لكونه ينقم على بعض الحكام أو بعض المسؤولين في بعض البلاد فيطلق الأحكام بالكفر جزافا. ننصحه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره، وننصحه كذلك أن يتوب إلى الله من سبه لبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى الله على أصحاب الرسول ثناء عظيما في الكتاب العزيز. وإن كانت لبعضهم أخطاء فكلنا نخطئ، وإن كانت لبعضهم اجتهادات جانبوا فيها الصواب، فكم فتح الله على أيديهم من بلاد ودخل ناس في دين الله أفواجا بسببهم. بعضهم على سبيل المثال يطعن في عمرو بن العاص، عمرو بن العاص فتح مصر وكان سببا في إسلام أجدادي وأجدادك، كان سببا في ذلك، ولولا فضل الله علينا بفتح مصر على أيدي هؤلاء الله أعلم كيف سنكون وكيف كنا. فعلى الذي تسول له نفسه أن يطعن في أصحاب رسول الله أن يتقي الله في نفسه، فهو المتضرر، هو المتضرر أولا وأخيرا، متضرر لمخالفته قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أصحاب رسول الله خير القرون، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهيب ونذكر هذا الذي زل لسانه وجهل أن يتوب إلى الله من قوله إنه يكفر بالآلهة التي يعبدها المسلمون. عليه أن يتقي الله في نفسه ويراجع دينه، لأن هذه الكلمات لولا أننا نلتمس المعاذير ونعذر بالجهل لحكمنا عليه بالحكم اللائق به، ولولا أنه من منهجنا عدم تسمية الأشخاص لسمينا. ونهيب بجلسائه أن يتقوا الله في أنفسهم، وقد قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأهل الإسلام انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا، السياسات لا تلعب بنا، لا يحملك بغض رئيس أو بغض ملك أو حب رئيس أو حب ملك على أن تقع أنت نفسك في الضلال والكفر. بارك الله فيكم يا أهل الإسلام، اعقلوا وخذوا دينكم من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم، وحرصوا على ألا تتلفظوا بكلمة الكفر في شأن شخص بعينه من أهل الإسلام. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. ومن معاني هذا الحديث أنك إذا قلت لأخيك يا كافر وكان قد كفر خلاص، إذا قلت لأخيك يا كافر ولم يكن كافر رجع عليك اسم الكلمة، فلا تنادي على نفسك بالجهل ولا تنادي على نفسك بالكفر. أهل الإسلام تفطنوا
بارك الله فيكم، السلام عليكم. وعليكم